قوية عنيدة شامخة لا تطأطئ رأسها لأحد ولا تنوء بحملها مهما ثقل، لا تجزع من صروف الدهر، تبقى دوما تقاوم وتقاوم حتى آخر رمق. تلك هي العراقية التي سبيت واعتقلت وعذبت وقتل من قتل من أهلها أمام عينيها، وما زالت تصارع من أجل البقاء. واقع العراقية ازداد مرارة وصعوبة بعد دخول التنظيم الإرهابي الذي سبب تراكم مشكلاتها وفقدانها للمقومات الأساسية للحياة في السكن والرعاية الصحية والعمل والتعليم، فضلا عن تعرضها للاضطهاد. نساء على خطوط المواجهة، مؤتمر ألقى الضوء على معاناة النسوة في كل الدول العربية وخصوصا العراقية التي تعرضت للظلم والانتهاك الصارخ لكل الحقوق الإنسانية على يد التنظيم الإرهابي، إلا أنها ورغم الألم النفسي والجسدي بقيت تقاوم حتى تحررت. صفية السهيل سفيرة العراق في الأردن قالت أن الإرهاب استهدف النساء وحقوقهن، ومن المهم أن نعرف أيضا بالسياسات والتعليمات والقوانين التي صدرت عن الحكومة العراقية. من الإرهاب الذي استهدف قبل أن يستهدف الآثار والحجر وغيرها استهدف النساء واستهدف حقوق النساء وعلى رأسهم أخواتنا اليزيديات. وأيضا من المهم أن نعرف بالسياسات والتعليمات وأيضا القوانين التي صدرت عن الدولة العراقية لمكافحة العنف الجنسي من تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الأخرى، وأيضا السياسات والخطط التي وضعتها الحكومة من أجل معالجة الآثار المترتبة عن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بحق نسائنا خلال تنظيم داعش وسيطرته على المناطق التي احتلناها. المؤتمر استضاف إحدى النسوة الأزيديات التي عانت من بطش التنظيم الإرهابي الذي انتهك حرمتها وتاجر بها، لكنها بقيت صامدة حتى تمكنت من الهرب. أنا أولاً اسمي بفرين شبان عمو، أنا ضحية حرب بالعراق، أنا من قرية كوجو. عام 2014 يوم 3/8 صار يعني جا داعش وقام يقتل الناس، أخذ الموصل وأخذ سنجار، بعدين إحنا قريتنا بعيدة شوي فأخذونا جوع القرية، فإحنا طلعنا خفناها انهزمنا يعني، قبضوا علينا وأخذوا أخواني ستة ثلاثة يعني لحد الآن ما نعرف كل شيء عنهم. النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان دخيل قالت أن معاناة المرأة ليست بالقليلة سواء كانت في مناطق هادئة أم مناطق صراع، وفي الأخيرة تتضاعف معاناتها، وأضافت أن المرأة في العراق كانت ضحية للصراع، متسائلة إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه. معاناة المرأة بشكل عام هي ليست بالقليلة في كل المناطق سواء كانت مناطق هادئة أم مناطق صراع. أما في مناطق الصراع فلا يمكن أن نقول أنها تتضاعف، بل تتضاعف مرات ومرات أكثر من الوضع الطبيعي. أولاً المرأة في هذه المناطق في العراق بالأخص جابهت مشاكل كبيرة وكوارث كبيرة، منها أنه كانت هي ضحية هذا الصراع مثل ما حصل للمسيحيات، لليزيديات، للتركمانيات، للشيعيات، وحتى لأهالي الموصل مثلا إذا أخذناها بنظر الاعتبار أو كمثال، ما حصل لهم من قتل أو من تعدي أو بطريقة غير مباشرة إذا كانت فقدت ابنها أو بيتها أو عائلتها أو أطفالها أو كذا. ناهيك عن كثير من النساء اللي فقدوا معيلهم والآن هم نازحات وهم يعيلون أطفالهم تحت خيام مهترئة، يعني ما عانته المرأة العراقية في مناطق الصراع في السنوات الأخيرة حقيقة كارثة كبيرة ومعاناة شديدة جدا. ويعني أنا أحب أن أستثمر هذا اللقاء بأن أوجه كلام إلى الحكومة العراقية أنه أن تنظر إلى معاناة المرأة، إلى متى المرأة تبقى في هذه المعاناة الكبيرة.
عضو البرلمان العراقية طالبت الحكومة بالاهتمام بالمرأة وانتشالها من واقعها الذي تعيشه، مشيرة إلى أنها رغم قسوة الحياة عليها أن تبقى ثابتة ومقاتلة شرسة. خرجنا من نطاق البحث عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية ونبحث عنها كأنه فقط تستطيع أن تعيل عائلتها، فقط أن تهتم من حكومة الدولة العراقية بهذه الشريحة المهمشة الكبيرة، الأرامل، الأيتام، يعني بعد هذا الصراع الكبير وحرب داعش حقيقة أصبحنا مثقلين بتركة كبيرة من الاضطهاد اللي لحق المرأة العراقية. طبعا المرأة العراقية أثبتت مرة أخرى أنه هي رغم كل ما تجابها من مشاكل من كوارث إلا أنها دائما ثابتة ودائما مقاتلة شرسة. وجدنا المرأة تقاتل داعش في كثير مثل أمية جبارة وغيرها من النساء، وفي نفس الوقت كان هناك فوج لنساء يزيديات يقاتلن داعش وكانوا في جبل سنجار وفي مجابهة داعش. وتبقى العراقية دائما مثالا يحتذى به على مر العصور، فهي التي عاشت النزوح والألم وتخلصت من التنظيم الإرهابي الذي استعبدها واختطفها وتاجر بها في أسواق النخاسة، إلا أنها لم تنكسر وبقيت تتحدى كل الصعاب.